بالنسبة لليوم، اليوم مؤسسة آل سعود ومكتبة آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية كتخصص حلقات كل خميس تقريبا حول كتاب ومؤلف، وكيكون هناك نقاش من طرف زملاء حول هذا الكتاب. اليوم حسن رشيق هو اللي غادي يتناقش الكتاب ديالو من طرف أستاذ رحال بوبريك أنثروبولوجي، ومن طرف أفولي الخطير أيضا أنثروبولوجي. محتوى الكتاب هو عبارة عن تحليل وسرد لمساري انطلاقا من المدرسة العمومية انطلاقا من الثانوية إلى حدود 2019. كنحكي فيه كيفاش تعلمت العلوم الأنثروبولوجية، كيفاش كنت تعلمت العلوم الاجتماعية. كنحكي فيه أيضا بصفة تحليلية البحث الميداني بعض المرات يوم عن يوم، ثم حتى الحدود هذا من بين 1980 حتى 1992-93. من بعد كاين الكتابات اللي كنسميها بروح الميدان، أي الكتابات اللي ماشي بالضروري استقيتها من بحوثي الميدانية، ولكن من أرشيفات أو من كتب ديال زملاء آخرين. هذا باختصار يعني الرجوع وسرد لكي أقتسم خصوصا مع الشباب أنثروبولوجيا، أقتسم معهم تجربتي خلال 4 عقود. لا، الرسالة هو اقتسام. الرسالة هي أن من المحبد أن كل عالم اجتماع أو كل عالم بصفة أن يقتسم التجربة دياله بالترددات ديالها، بالمحاسن ديالها، بالمساوئ ديالها مع الشباب. هذا هو اللي مهم. المهم اللي كيتسمى الفرنسوي لا ريفليكسيفيتي، هنا كترجع باش تتكلم على تجربتك انطلاقا من الارشيفات، انطلاقا من الصور، انطلاقا من الفيديوهات، انطلاقا من كذا. هذا هو اللي مهم. المهم ان هاي تجربه، وكاين تجارب اخرى، وكل واحد كيشق طريقه انطلاقا من قراءه التجارب ديال الاساتذه اخرين او باحثين اخرين. هذه الرساله. اليوم نقدم كتاب الانثروبولوجي والاستاذ حسن رشيق حول يعني الانثروبولوجي في بلده اذا اردتم، او انثروبولوجي من الداخل، هي دراسه المجتمع المغربي من داخل المجتمع المغربي، لانكم كما تعرفون كانت هناك تقليد يعني مع ظهور الانثروبولوجيا، تقليد بان الانثروبولوجيا هي علم الاخر، يعني الاوروبيين كانوا يدرسون المجتمعات الاخرى التقليديه او الغير حداثيه، او في السابق كانت تسمى بدائيه الى غير ذلك. لكن منذ اواسط القرن الماضي شاهدنا تحولا في الانثروبولوجيا، ومن بين التحولات ان المغاربه او الانثروبولوجيين ابناء البلد يدرسون مجتمع. اذا الباحث الاستاذ رشيق يتناول في هذا الكتاب مساره البحثي، مساره كذلك طيله ازيد من 40 سنه في البحث الميداني وفي الكتابه كذلك عن المغرب من داخل المغرب. هذه الاشكاليه الرئيسيه، ويطرح عده قضايا مهمه بالنسبه لما بين الذاتيه والموضوعيه، ما بين المسافه والقرب يعني من المجتمع المدروس إلى غير ذلك من الإشكاليات التي تطرحها الأنثروبولوجيا حاليا من الداخل، يعني أنثروبولوجي الذين يشتغلون داخل مجتمعاتهم، وحتى أنثروبولوجيين غربيين في علاقتهم بالآخر.